الزوي لاعبين الأنغوليين. غطي يحيى والتسديدة خطيرة والهدف الأول، خطيرة والهدف الأول لفائدة ساغرادا إسبرانسا في اللمدة الماضية. هنا التموضع كان سيء في كرة الهدف الأول لساغرادا إسبرانسا، النتيجة تتغير مشاهدينا الكرام في الدلع. فها بالراس ومترجي شوت جول، والهدف يأتي عن طريق زهير المترجي، يشوت الكرة والجول في شباك مرمى ساغرادا إسبرانسا. فعل زهير، يعدل زهير. أنا قلت كبير ذلك، فجعدي هو اللي يقود وسط الميدان. الآن تمشي كرة يحيى يرفعه بالراس وجول. أحلى وداد، حمراء وبيضة، شكون هي؟ هي الوداد عينية، الوداد اللي تفرح قلوب وجماهير الأحلى.